ويلكم باك يا بنات، اهلا بيكم مره تانية. لو ما تعرفونيش انا هبه، اوعوا تمشوا من غير ما تعملوا لايك وتعملوا اشتراك للقناه وكمان تفعلوا زرار الجرس. استكمالا لتجهيزات رمضان النهارده هعمل معاكم فانوس. زي ما انتوا شايفين في اول الفيديو ده برطمان ازاز فاضي، بصراحه كان فيه ورق عنب. وهنا انا معايا ورق قص ولزق ورسمت عليه زي ما انتوا شايفين نجوم وهلال، وهبتدي اني واحد عفوا وهبتدي اني اقصهم بالمقص. انا هنا جبت البرطمان طبعا وغسلته وشلت الورق اللي عليه، غسلته بميه سخنه وشلت الورق اللي عليه لحد ما بقى نضيف تماما. وكمان قصيت النجوم زي ما انتوا شايفينها اهي، والهلال، وكمان نجوم صغننة. هبتدي اني الزق الهلال والنجوم على البرطمان حسب الرغبة وحسب الشكل اللي انا حابة ان هو يطلع. طبعا الاشكال واحجامها وكل حاجة اختيارية، يعني ممكن تصغروها شوية اللي هي النجوم والهلال، انا حسيتهم طلعوا كبار شوية بعد ما خلصت، فممكن تصغروهم تعملوا اصغر شوية. انا كده لزقت كل شيء، هبتدي اني اجهز الالوان. دي الوان اكريليك زي ما انتوا شايفين كده، هختار اللون الازرق، انا اخترت الازرق الفاتح، وهبتدي اني الون. دي الطبقة الاولى يا بنات من الالوان، بتبقى شفافة كده شوية، لكن بعد ما بتنشف وبنحط الطبقة التانية بتبتدي ان هي تغمق وبيبقى شكلها جميل. انا هنا بحط الطبقة الاولى. بعد الطبقة الأولى بسيبه ينشف وبعدين بحط طبقة تانية من الألوان، بس لازم أسيبه ينشف علشان الألوان ما تكلكعش في بعضها. هنا خلاص يا بنات أخد طبقتين من الألوان وبقى ناشف نص نص، يعني لسه مبلول سنة بسيطة كده. هبتدي وهو ناشف نص نص كده اني اشيل ورق القص واللزق، لاني لو وصلت ان هو نشف خالص هيبقى صعب اني اشيل الورق. هشيل كمان النجمة، تمام كده. هبتدي بقى اني اشيل باقي الورق كله اللي كان موجود. انا هنا شلته كله خلاص، هسيبه بقى ينشف براحته لحد ما ينشف خالص تماما. بصوا شكله بقى جميل ازاي. هنا هو يا بنات نشف خالص. انا عندي الشريط ده، ممكن شريط ستان، ممكن اي حاجة. زي ما بقول كل مرة، التزيين ده ذوقك وحريتك الشخصية. هلف الشريط اللي شبه الخيش ده عليه من فوق وهحط جواه شمعة عادية او شمعة الكترونية بس يا بنات، وده بيبقى شكله في الاخر. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملولي لايك وسبسكرايب وتشتركوا في القناة. بحبكم جدا، مع السلامة.